في الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على شنو هو البيست المثالي اللي تقدر تخدم به في المجال ديال الاوديو فيزيال. سواء بغيتي تكون بيت ميكر، مهندس ديال الصوت، كدير المونتاج، كدير الفي اف اكس 3D، اي حاجه في الدومين ديال الاوديو فيزيال. وهادشي كامل انطلاقا من التجربه ديالي الخاصه. بما ان الموضوع ديالنا الاساسي في هذا الفيديو هو البيسي، كيبان لكم واحد البيسي تمايا راه بيسي جديد باقي عاد خديته مؤخرا، نخليكم باش تعرفوا على الكونفيك ديالو واللعيبات ونرجعوا من بعد نكملوا الفيديو ديالنا. ليتس جو. هاد البيسي كومبوزيتو على حسب الخدمه ديال الصوت، المونتاج وحتى شويه ديال الجيمينغ. في الجرافيك فيه جي تي اكس 1650، في البروسيسور ام دي رايزن 5 3600، 16 جيجا في الرام، اس اس دي 500 جيجا، اتش دي دي 1 تيرا. بيسي على قد الحال، ماشي شي حاجه اللي واعره بزاف، ولكن كافي على حسب داكشي اللي باغي نخدم به. اهم حاجه تيبان كيوت في السيطه. هاد البيسي خديته من عند ستاسيون دو ترافاي، تقريبا عندهم جميع الماتريال انفورماتيك من بيسيات جيمر حتى البيسيات ديال الخدمه، لي زيكرون، اي بلان. الناس اللي بغاو يشوبيو ولا يعرفوا معلومات اكثر نخلي لكم اللين في الديسكريبسيون. بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا في المجال ديال الصوت، سواء البيت ميكين، سواء الهندسه الصوتيه، سواء اي حاجه عندها علاقه بالصوت، اول حاجه باش بغيت تشري بيسي خصك ديرها في راسك ينسى عليه ديك اللعيبه ديال واش دايل ولا اش بي ولا داكشي. هذاكشي دايل اش بي، داكشي ماشي مهم نهائيا. اول حاجه خاصك تشوفها هي البروسيسور. بالنسبه للمجال ديال الصوت اول حاجه خاصك تشوفها هي البروسيسور، والبروسيسور اللي نقدر ننصحك به هو اقل حاجه يكون انسان 4 جينيراسيون، هذا هو اقل حاجه. وكل ما كان بروسيسور مزيان كل ما البيسي ديالك غادي يكون احسن. ثاني حاجه في الماتريال اللي خصنا نردوا ليها البال ومهمه بزاف وبزاف الناس كيغفلوا عليها هي الديسك دور. خاصك تاكد بلي البيسي اللي غتشريه فيه ديسك دور اس اس دي. داكشي علاش الا كانت عندك ميزانيه صغيره حاول تشري غير شي ديسك دور اس اس دي ديال 120 جيجا تقريبا، مش ما يتقامش عليك غالي. غتانستالي فيه غير السيستيم يعني الويندوز وكذا، ومن بعد غادي يكون عندك واحد ديسك دور اخر اش دي دي. اش دي دي راه مرخص، راه 300 درهم تقدر تجيب لك بيسي ديسك دور اش دي دي قديم فيه 500 جيجا وكثر كاع الا عرفتي كيفاش. اول حاجه الاس اس دي غيعاون لك البيسي ديالك باش يديماري بالزربه، غتشعلو وغادي تحس به كيشعل بالزربه. فاش كتورك على شي دوسي كيطلع لك هذاك الشيء بالزربه. ثاني حاجه هي اللوجيسيالات ديال الصوت، كنعرفوا باللي فاش كيبغي يديماري شي لوجيسيال ديال الصوت كيخصو يلودي كاع دوك لي بلوغين اللي مانستالين وسط اللوجيسيال. يعني مثلا كانوا عندك لي بلوغين بزاف كيوبيز ولا بروتوز ياخذوا لك بزاف ديال الوقت باش يلودي، حيت خصهم يبقاو يقراو كاع دوك البلوغين اللي عندك في البيسي. الا كان عندك اس اس دي اللوجيسيال غادي يدخل بالزربه. ونفس الشيء حتى اف ال سودو ولا اي بلان فاش بغيت تقلب عليه البلوغين وداك الشيء، هاد العمليه ديال الديسك ديال اس اس دي كتعاون بزاف. والديسك ديال اس اس دي كينفع بزاف في البيت ميكين، حيت فاش تبغي تلودي شي في اس تي اللي هو كبير بحال كونتاكت ولا اومنيسفير، ان فوا كتبغي تلودي الفي اس تي ولا غير شي انسترومون وسط داك الفي اس تي واللعيبات، كياخذ لك واحد الوقت اللي هو طويل غير باش يقرا لك، حيت دوك لي سامبل تيكونوا الحجم ديالهم كبير وتياخذوا وقت كبير باش يتقراو. الديسك ديال اس اس دي هو المسؤول على هاد اللعيبه، الوغ خاصكم تردوا البال الديسك ديال اس اس دي، وهذه غير شويه من الميزات ديالو. ثالث حاجه اللي هي مهمه في المجال ديال الصوت هي الرام. الرام فين كتبان الفعاليه ديالها؟ كما كنعرفوا البروجي ديال الصوت تيكونوا فيهم بزاف ديال البيستات. باغ اكزومبل انت حطيتي على البيسته رقم واحد ايكواليزور كومبريزور شي، المهم بزاف ديال لي زيفي حطيتهم على ديك البيسته. هنايا الارام ديالك باغ اكزومبل غير هذاك البيست رقم واحد فاش تكمل الميكساج ديالها غادي تشد لك تقريبا واحد 2 جيجا في الارام، تقريبا واحد 2 جيجا في الارام غادي تعمر لك. فاش غتشد انت البيست الثاني وغتبغي تكوبي فيها نفس دوك الفي اس تي غادي تشد لك 4 جيجا في الارام، البيست الثالثه غادي تاخذ لك 6 جيجا في الارام، البيست الرابعه 8 جيجا في الارام. يعني الارام مهمه بزاف في الميكساج، مهمه بزاف في الميكساج ديال لو سون. انا عطيتكم غير مثال ماشي بالضروره تكون 2 جيجا بالضبط، ولكن الارام مهمه بزاف، خاص تكون عندك الارام كثيره باش تقدر تخدم مرتاح، خصوصا اللي كنتي كتخدم البروجيات اللي هما كبارين. وبيان سور حتى السي بي يو كيلعب واحد الدور كبير اللي هو البروسيسور، يكثروا من الارام الاس اس دي والبروسيسور يكون قوي. الا قدروا على الاي ام دي رايزن 5 غتكون مزيانه، ولا حتى رايزن 7 ولا شي لعيبه بحال ما هكايا، ولا غير انتل كور اي 9 ولا شي لعيبه بحال هكا غادي تخدموا فريمون مرتاحين. هادو هما بعض الامور اللي مهمه بزاف خاصكم تركزوا عليها في البيسي ديالكم قبل ما تشريو. الناس اللي ما عندهمش امكانيات كنصحكم تشريو بيسي قديم. انا راه شريت بيسي قديم من درب غلف، خدمت بهم واحد المده اللي هي طويله، والبيس تيكون رخيص. انت غتركز غير على هاد البيسات اللي قلت لك مهمين، وكون البيسي ديالك كيف ما بغيتي غادي يكونوا لك تما في درب غلف ولعيبات، ويتقام لك بواحد الثمن اللي هو رخص على دوك البيسيت اللي غالي. المهم هادشي بالنسبه للدومين ديال الصوت. دابا نجيو للمجال ديال الفيزيوال. المجال ديال الفيزيوال الا كنتي ديزاينر صراحه ما تحتاجش واحد البيسي اللي هو غالي بزاف، ما غاديش تحتاج نهائيا واحد البيسي اللي هو غالي بزاف. الرام والبروسيسور كتبقى مهمه، ولكن الا كنتي كتخدم غير فوتوشوب ما تحتاجش واحد الرام اللي هي كبيره بزاف. باغ اكزومبل غير الفيزيوال يعني غير ليماج ماشي الفيديو، اهم حاجه خصك تركز عليها هي الاس اس دي باش الفوتوشوب ديالك يديماري دغيا، داكشي ديالك يلوضي بالزربه. المهم اس اس دي مهم بزاف. ليكرون دافيشاج، سواء الا كان عندك بي سي بوست خاص تكون عندك واحد ليكرون لي كارتي ديالها زوينه باش تقدر ما تكذبش عليك في الالوان وبزاف ديال البلانات،
ولا كنتي غتشري بي سي بورطابل بيان سور حتى هو حاول تشوف باللي ديك ليماج اللي فيه كاليتي ديالها زوينه داك الشيء كلير ماشي شي وحده مبدلي ماشي شي بي سي بورطابل اللي مبدلي ليه ليكرون لعيبات فهمتي في الدومين ديال الصوت ما كنحتاجوش بزاف هاد اللعيبه ديال نركزوا على ايكرون خاصها تكون فيها افيشاج والالوان حقيقيين ولعيبات ولكن في الدومين ديال الفيزيوال سواء الفيديو سواء ليماج هاد اللعيبه ديال ليكرون دافيشاج مهمه بزاف خاصكم تركزوا عليه وبيان سور هذاك البروسيسور هذاك ما يحيدوش الضبيب حتى هو مهم ولكن ما يستاش شي بروسيسور اللي هو واعر بزاف راه اس ان 4 جينيراسيون على الاقل اللي ما فوق غادي يليق لك مزيان مع الديسك ديال اس اس دي والناس اللي عندهم بيجي كبير بيان سور يحاولوا يركزوا على بروسيسور في اي مجال بروسيسور كل ما كان بروسيسور مزيان اي 7 اللي هو وركزوا على الجينيراسيون ديما ماشي ديك اي 7 تبان لكم راه اي 7 دوزيام جينيراسيون يقدر يكون اي 5 نافيام جينيراسيون احسن منه الجينيراسيون مهمه بزاف بالنسبه للدومين ديال الفيديو جاتني الكحبه في الوقت المناسب الدومين ديال الفيديو للاسف كيطلب واحد الماتريال اللي هو غالي اول حاجه خاصك تركز عليها في الدومين ديال الفيديو هو البروسيسور مهم بزاف العشرين وخاص يكون عندكم بروسيسور صراحه اي 5 4 ايام ما كافيش خاص يكون عندك بروسيسور على الاقل واحد الاي 5 نافيه الا بغيتي تخدم مزيان الفيديو واللعيبات وما تحنسرش المهم الدومين ديال الفيديو صراحه فيه شويه ديال التمشكره تقدر تبدا بي سي قل من هادشي اللي قلت لك ولكن ما باش تخدم مرتاح ركز على البروسيسور يكون مهم صبر وخدم تشري بي سي مزيان من الافضل بروسيسور يكون مهم البروسيسور فاش كينفع كيف ما كتعرفوا واخا كل بي سي ديالك ما واعرش بزاف بروسيسور هيعاونك فاش تكون كتمونطي باغ اكزومبل الا كان شي لاقي لك لوجيسيال شويه غادي دير واحد اللعيبه سميتها غادي تراندي وسط اللوجيسيال كاد لعيبه كاين بكاع اللوجيسيالات ديال الفيديو غادي تراندي وديك الرانداج غادي بحال اكسبورت لك الفيديو وسط لوجيسيال بالزربه طق ويعاود يتقرا لك الفيديو من بعد خفيف وحتى فاش تكمل المونتاج ديالك ديال شي فيلم ولا شي فيديو راه في بروسيسور عيان راه ياخذ لك بزاف ديال الوقت راه كاين اللي تيبيت البي سي ديالو الليل كامل باش يراندي ليه راه بزاف العشرين يعني بروسيسور مهم الا كان عندك بروسيسور مزيان غادي تراندي غير في 4 ساعه 15 دقيقه يعني البروسيسور شي حاجه اللي مهمه بزاف هادو غير شويه من الحوايج المهمين في البروسيسور اللي هضرت عليهم في هذا المجال هذا ديال الفيديو وثاني حاجه اللي مهمه بزاف العشرين للاسف وغاليه شويه هي لاكارت غرافيك خاصك تحاول تاخذ شي كارت غرافيك اللي هي مزيانه وتركز على لاكارت غرافيك في الدومين ديال الفيديو لانه مهمه بزاف وهي الاساس ديال هاد البلانات كاملين لان راه لاكارت غرافيك وانت داكشي اللي كتصايب ديجا كارت غرافيك كتسمى لاكارت غرافيك ولا لاكارت فيديو هي مهمه بزاف باش افيشي لك الفيديو ديالك بواحد الكاليتي اللي هي كبيره وتوريك لي ديتاي بزاف ديال الامور وعاوتاني في المجال ديال 3D واللعيبات هذاك بلا ما نهضروا عليه خاصك كارت غرافيك اللي تكون غاليه بزاف هذاك هو اكثر مجال تحتاج الماتريال خاصك بي سي غالي بزاف كامل داكشي ديال 3D فريمو خاصو ماتريال غالي داكشي بلا ما نهضروا عليه بلا ما نقول لكم شريو بي سي رخيص ما يخدمش لكم في المجال ديال 3D مزيان المهم نقلبوا على هادشي انا كنعطيكم غير لي مو كلي ديال كارت غرافيك اذا كنت تقلب في الانترنت غادي تلقى لي ديتاي اكثر المهم ابار لاكارت غرافيك ال20 غادي تخصكم لارام مهمه بزاف حتى هي لانه في الدومين ديال الفيديو حنا عارفين بلي خاصك تخدم بجوج لوجيسيالات دقه واحده بعد مرات ثلاثه لوجيسيالات باغ اكزومبل الناس اللي تخدموا بادوبر غادي يحتاجوا يخدموا بادوب بريمير باش يصايبوا في اف اكس غادي خصهم يمشيو لافتر اف ويحلو دقه واحده باش اكسبورتو خصهم يحلو ميديا انكودر يعني ثلاثه لوجيسيال دقه واحده راه فين ما كتحل لوجيسيال كياخذ لك واحد ليسباس في الرام اللي هو كبير يعني الدومين ديال الفيديو ركزوا بزاف على البروسيسور يكون واعر لاكارت غرافيك حتى هي مهمه بزاف وسميتو والرام حتى هي مهمه بزاف عاد داكشي ديال الستوكاج بلا ما نهضروا عليه حتى هو لا كاليتي السورس اللي كتخرج من الكاميرات الكبارين ولا غير من الكاميرات بحال هذه اللي كنصور دابا كيكون الحجم كبير بزاف يعني غادي خصك واحد الستوكاج اللي هو كبير يعني ومن هنا كنستنتجوا ان الديسك دير مهم بزاف من غير الاس اس دي خاص يكون عندك ديسك دير اش دي دي اللي الحجم ديالو كبير بزاف باش يقدر يقدك ولا دي ديسك دير اكسترن باش تقدر تحط فيهم دوك لي غوش ديالك وتمونطي داكشي مرتاح وكدا حيت البيسي ديالك غادي يعمر بزاف ولا عمر البيسي غادي يتقال لك هاد المعلومات اللي في هاد الفيديو العشرين كاملة من التجربة ديالي تقريبا كثر من 10 سنين في هاد الدومين هذا وبارطاجيت معكم يعني التجربة ديالي بحكم البيسيات اللي خدمت بهم بديت بيسيات عياني وكذا 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 صراحة كاع المعلومات اللي في هاد الفيديو انا متأكد منهم صحاح ولكن الا غلطت في شي لعيبة ما تعرف كنبقى بشر صحح لي في الكومنتيرات مرحبا بكم العشرين النقد البناء تعجبني بزاف الا استفدتوا من هاد الفيديو هذا ما تنساوش تشجعوه بشي كلمة زوينة شي حاجة راكم عارفين يلاه راجعين ومحتاجين داك الدعم ديالكم العشرين تهلاو ليا فريسكم العشرين تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بيس